حركة منظمة لجمع الأسلحة في من جنوب العراق ومن وسط العراق ومن يعني محافظات بغداد ونقلها إلى مناطق سواء في إقليم كردستان في إلى ديالى إلى الأنبار إلى صلاح الدين. قسم من هذه الأسلحة تعبر إلى سوريا وتهرب إلى سوريا، والحقيقة لدينا معلومات تؤكد هناك دولة من دول الجوار لديها أموال ولديها تدفع بأموال كبيرة من أجل شراء هذه الأسلحة، والآن هناك وصلت يعني مبالغ خيالية لهذه الأسلحة. بالنتيجة هذه حركة منظمة، نحتاج إلى من الأجهزة الأمنية أن تكون يقظة وحذرة وأن تتابع قضية تهريب الأسلحة.